ما أود فعله في هذا العرض هو أن أناقش مجموعة خاصة من المثلثات تسمى مثلثات 30-60-90، وأعتقد أنكم تعلمون سبب هذه التسمية. إنها عبارة عن قياسات الزوايا، وهي 30 درجة و60 درجة و90 درجة. وما سنقوم بإثباته في هذا العرض وتكاد تكون النتيجة مفيدة على الأقل لما سنراه في درس الهندسة ولاحقا في درس علم المثلثات، أنه النسبة بين أضلاع زوايا المثلث 30-60-90، أي إذا كان طول الوتر هو X، إذا ذلك تذكروا أن الوتر يقابل زاوية 90 درجة. فإذا كان طول الوتر هو X، ما سنثبته هو هل الضلع الأقصر الذي يقابل زاوية 30 درجة طوله X على 2، وأن ضلع زاوية 60 درجة أو الضلع المقابل لزاوية 60 درجة كما يجب أن أقول يكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب الضلع الأقصر، أي الجذر التربيعي لثلاثة ضرب X على 2. هذا سيكون طوله، هذا ما سنثبته في هذا العرض، وفي العروض الأخرى سنطبق هذا، سوف أوضح أنها نتيجة مفيدة. الآن دعونا نبدأ بالمثلث مألوفا لنا. إذا دعوني أرسم مثلث متساوي الأضلاع. أنا أرسم المثلث وهو الجزء الأصعب دائما، هذا أفضل ما يمكنني فعله لرسم مثلث متساوي الأضلاع، ولنسميه A B C. سأفترض أنني رسمت مثلث متساوي الأضلاع، إذن المثلث ABC متساوي الأضلاع، وإذا كان متساوي الأضلاع فهذا يعني أن جميع أضلاعه متساوية، ودعونا نفترض أن طول أضلاعه المتساوية هو X، طول أضلاعه المتساوية هو X، إذن هذا سيكون X، هذا سيكون X وهذا سيكون X. ونعلم أيضا استنادا إلى ما رأيناه من المثلثات متساوية الأضلاع سابقا أن قياسات جميع زواياها ستكون 60 درجة، إذا هذه ستكون 60 درجة، هذه 60 درجة، ومن ثم هذه ستكون 60 درجة. وما أود فعله هو أنني سأضع ارتفاعا من هذه النقطة العلوية هنا، سأضع ارتفاعا هنا، ومن خلال التعريف عندما ننشئ ارتفاعا فسوف يقطع القاعدة هنا بزاوية قائمة، إذا هذه ستكون زاوية قائمة وهذه تكون زاوية قائمة، وهذا إثبات مباشر جدا. إذا كان إن هذا ليس مجرد ارتفاع، ليس فقط عموديا على القاعدة، لكنه برهان مباشر حيث أنه ينصف القاعدة، ويمكنك أن توقفه إذا أردت أن تثبت ذلك بنفسك، لكنه يتوضح من حقيقة أنه سهل إثبات أن هذان المثلثان متطابقان. إذا دعوني أثبته لكم، لنسمي هذه النقطة دي. إذا المثلثان ABD وBDC كلاهما يتشاركان بالضلع، إذا هذا الضلع مشترك لكلاهما هنا، ثم أن هذه الزاوية الموجودة هنا مطابقة لهذه الزاوية، هذه الزاوية مطابقة لهذه الزاوية، وإذا كانت هاتان متطابقتان فإن الزاوية الثالثة يجب أن تكون مطابقة لهما، إذا هذه الزاوية بحاجة لأن تكون مطابقة لتلك الزاوية، إذا هاتان متطابقتان. يمكنك استخدام مجموعة من مسلمات التطابق، فيمكن أن نقول تطابق ضلع وزاوية وضلع SAS، ويمكن أن نستخدم تطابق زاوية وضلع وزاوية ASA، أي واحدة من هذه لتوضح أن المثلث ABD يطابق المثلث CBD. وماذا يوضح هذا لنا؟ ويمكنك استخدام تطابق زاوية ضلع الزاوية كما قلت، أو ضلع زاوية ضلع، أي واحدة منهما نريد استخدامها. وما يوضح هذا لنا أن الأضلاع المتماثلة للمثلثات الثلاث ستكون متساوية بشكل خاص طول AD سيساوي CD، هذه الأضلاع متماثلة،
هذه ستكون مساوية لبعضها البعض، وإذا كنا نعلم أنهما متساويان أي مجموعهما x، وتذكروا أن هذا كان مثلث متساوي الأضلاع طول الضلع فيه يساوي x، فنحن نعلم أن هذا الضلع سيكون x على 2، نعلم أن هذا سيكون x على 2، نحن لا نعلم هذا وحسب، وإنما نعلم أيضا أنه عندما نضع هذا الارتفاع لقد وضحنا أن هذه الزاوية يجب أن تكون مطابقة لتلك الزاوية، ومجموع قياساتهما سيكون 60. إذا كان شيئان متساويان ومجموعهما 60 فستكون هذه 30 درجة وهذه ستكون 30 درجة. لقد وضحنا بالفعل واحدة من الأجزاء المثيرة للاهتمام لما يخص مثلثات 30 60 90 أنه إذا كان الوتر، لم أشير إلى هذا من خلال وضع هذا الطول، لقد قمت بتقسيم هذا المثلث متساوي الأضلاع إلى مثلثين 30 60 90 مثلثين 30 60 90 ولقد أوضحنا بالفعل أنه إذا كان الضلع المقابل للزاوية 90 درجة يساوي x، فإن الضلع المقابل للزاوية 30 درجة سيكون x على 2، هذا ما أوضحناه هنا. الآن علينا فقط أن نحصل على الضلع الثالث أي الضلع المقابل للزاوية 60 درجة هنا الموجود هنا، ودعونا نسمي ذلك الطول حسنا. سأستخدم الأحرف التي لدينا، هذا BD. الآن يمكننا استخدام نظرية فيثاغورس هنا، BD تربيع زائد مربع هذا الضلع يساوي x على 2 تربيع زائد مربع الوتر، فنحصل على BD تربيع زائد x على 2 تربيع، هذه هي نظرية فيثاغورس، زائد x على 2 تربيع يساوي مربع الوتر أي يساوي x تربيع. وحتى أكون واضحة أنني أنظر إلى هذا المثلث هنا، أنني أنظر إلى هذا المثلث الموجود على اليمين، وهنا أطبق نظرية فيثاغورس، مربع هذا الضلع زائد مربع هذا الضلع يساوي مربع الوتر. دعونا الآن نجد BD، نحصل على BD تربيع زائد x تربيع على 4 ويساوي x تربيع. يمكنك اعتبار هذا على أنه x تربيع على 4 وهذا يعادل 4 بكل وضوح أنه x تربيع، ثم إذا طرحنا x تربيع على 4 من كلا الطرفين سنحصل على BD تربيع يساوي 4 x تربيع على 4 ناقص x تربيع على 4 أي 3 x تربيع على 4، إذن سيكون 3 x تربيع على 4. نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين فنحصل على BD يساوي الجذر التربيعي ل 3 ضرب x، هذا الجذر التربيعي ل 3، الجذر التربيعي لx تربيع هو x، على الجذر التربيعي لأربعة وهو 2، وBD هو الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة وانتهينا. إذا كان هذا الوتر هو x فإن الضلع المقابل لزاوية 30 درجة سيكون x على 2، والضلع المقابل لزاوية 60 درجة سيكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب x على 2، وانتهينا.